السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الدرس الجديد على قناتنا دائما قناة أرب أفيليت ماركتينج. اليوم سنتكلم عن طريقة مجانية للترويج لمنتجات كليك بانك عن طريق تصدر نتائج البحث جوجل وبدون ويب سايت وبدون عمل موقع. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشير وكذلك الانضمام إلى مجموعتنا على الفيسبوك أرب أفيليت ماركتينج. سأقوم بعمل بث مباشر يومي للإجابة على أسئلتكم. أرجو إضافة الأصدقاء المهتمين بهذا المجال، يجب أن يكون صديق مطلع على المجال أو مهتم بهذا المجال لكي أقوم بإنشاء فيديوهات أو بث مباشر على هذه الصفحة، صفحتنا أرب أفيليت ماركتينج. سأضع لكم رابط الصفحة في الديسكريبشن، أرجو الانضمام إليها من أجل الاستفادة وطرح انشغالاتكم وأسئلتكم. هيا بنا إلى الشرح. مرحبا بكم مرة أخرى. كما ترون سنستغل 161 مليون زيارة على هذا الموقع، أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تصدر نتائج البحث في جوجل والحصول على زيارات مجانية 100% بنشر مقالات احترافية وبدون كوبي رايتينج، أي بدون أن تكون لديك خبرة في كتابة المقالات وبدون مشاكل، وتكون هذه المقالات موافقة مع السيو لتصدر نتائج البحث في جوجل. كما ترون هذا الموقع هو موقع ميديوم، موقع رائع ورائع جدا لنشر المقالات. هذا هو الموقع. أولا سنذهب إلى حسابنا في كليك بانك من أجل الحصول على عرض للترويج له. سنذهب إلى ماركت بلايس، ثم الضغط على الزر لزر السيرش، زر البحث، من أجل الحصول على منتجات، منتج لديه جرافيتي عالية كما ترون. أنا سأقوم بالترويج لمنتج مثلا أوكيناوا فلات بيلي تونيك، وهو منتج مشهور لويت لوس أو لتخفيض الوزن والدايت. الآن سأقوم بالدخول إلى جوجل وكتابة فري بي ال ار ارتيكل اون ويت لوس، معناه ارتيكل مجانية في تخصص الويت لوس. كما ترون سنقوم بالضغط على أول بحث وسنقوم بتحميل أرتيكل احترافية كما ترون. هذه العديد من الأرتيكل، مثلا سأقوم بالدخول إلى هذه الأرتيكل. هذا الملف فيه 25 أرتيكل يتحدث عن الويت لوس. الآن سنقوم بالضغط على داونلود من أجل تحميل هذا الملف. يمكنك كذلك البحث في العديد من المواقع. الآن ستارت داونلود، قمنا بتحميل هذا، نقوم بوضعه على سطح المكتب ثم فك الضغط على هذا الملف اكستراي فايل مع اوكي. الآن نقوم بالدخول إلى هذا الملف للاطلاع على هذه الارتيكل ارتيكلز. كما ترون فاست ويت لوس، هيربال ويت لوس،
هيربال لايف وايت لوس برودكت وايت لوس دراك، يعني العديد من الارتيكل المجانية وايت لوس باتش. سأقوم بالدخول إلى هذا. هذه هي ارتيكل متوافقة مع السيو وبها العديد من الكيوردز. سأقوم باختيار وايت لوس باتش. الآن سنذهب إلى موقع ميديوم مثلا، سأقوم ببحث للتأكد وايت لوس، ثم أقوم بالنزول. الآن وايت لوس مثلا ميديوم لكي نرى. موقع ميديوم، هل هناك شروحات عليه؟ نعم، كما ترون هذا وايت لوس the most insignificant story about weight loss. كما ترون كلمات مفتاحية how to lose weight، how to lose weight. كما ترون هذه مقالة، سأريكم فقط المقالات في نيتش الوايت لوس. كما ترون سأقوم بالدخول إلى هذه المقالة مثلا. كل هذه المقالات على موقع ميديوم، وهو موقع رائع ورائع جدا، لديه زيارات كما ترون. هذه هي مقالة في لأحد الأشخاص كما ترون، يمكنك وضع صور ويمكنك وضع رابط كما ترون. يعني موقع رائع ورائع جدا بدون الحاجة إلى إنشاء موقع، وستقوم بتصدر البحث نتائج البحث في جوجل عن طريق الكلمات المفتاحية. الآن سنقوم بالدخول إلى ميديوم، ثم نقوم بفتح حساب عن طريق حساب جوجل مثلا. ننتظر قليلا لتسجيل الدخول، ثم نضغط على إيميل الخاص بنا. لقد قمنا بفتح حساب خاص بنا على ميديوم. الآن نقوم بالدخول إلى بروفايل الخاص بنا. هذا هو حسابنا في ميديوم. يمكنك التعديل على هذا الملف بالضغط هنا، تعديل على البروفايل الخاص بك، الاسم، اللقب، إضافة صورة كما ترون. أنا قمت بوضع حساب تجريبي فقط. الآن سنعود إلى ميديوم من أجل نشر ستوري، write a story، كتابة ستوري. الآن في، ولكن قبل ذلك في التايتل سأذهب إلى هذا الموقع، موقع مانجولز أو سيو تولز. هذا موقع لديه العديد من التولز الخاصة بالكيوردز والسيو. كل ما عليك هو الدخول إلى جوجل وكتابة حرف كي W فيندر والضغط على OK، ثم الدخول إلى أول خانة. كما ترون هذا الموقع يعطيك 10 أيام تجريبية، يعني فري تريل 10 أيام. يمكنك الاستفادة من هذه 10 أيام من أجل البحث عن أي كلمة مفتاحية تراها مناسبة كما ترون، و بعد ذلك يمكنك الاشتراك في البرنامج إن أردت. هذه هي البرايسينج الخاصة بالبرنامج، $49 شهريا و 69.129. أو يمكنك عمل حساب آخر بعد الانتهاء من 10 أيام هاته. يمكنك عمل حساب آخر، فتح إيميل وعمل حساب والاستفادة من 10 أيام أخرى وهكذا 10 أيام. قم بفتح حساب إيميل وفتح حساب،
لكي تستفيد من هذه الكيوردز الخاصة بالكيوردز الرائعة والرائعة جدا. الآن سنقوم بالدخول على بالبحث عن الكيوردز الخاصة بنا United States، ثم نختار English، ثم سنقوم باختيار الأرض اسم الأرتيكل Control C. هذه هي Weight Loss Patch. Weight Loss Patch. تأكد من الكلمة Weight Loss Patch. نعم. ثم الضغط على Find Keywords. ننتظر قليلا. كما ترون 6700 بحث شهريا على هذه الكلمة، كلمة مفتاحية رائعة ورائعة جدا، لكن المنافسة فيها كما ترون ل 44% على هذه الكلمة، يعني بوسيبل المنافسة متوسطة. لمعرفة المنافسة اضغط على هذا الرمز. كما ترون من 0 إلى 14 easy، أي منافسة ضعيفة وضعيفة جدا، ومن 15 إلى 29 منافسة ضعيفة، ومن 3 إلى 49 متوسطة، من 50 إلى 69 صعبة، ثم صعبة جدا، ثم لا تفعل هكذا من 85 إلى 100. عليك الابتعاد عن الكلمات المفتاحية التي لديها بحث شهري. كما ترون سأقوم بالضغط على هنا. كما ترون هذه الكلمة يسو means patch، أو كما ترون هنا بحث غير موجود تماما، يعني هذه الكلمة يقوم بالبحث عليها 1700 شهريا بدون منافسة، يعني تستطيع تصدر هذه الكلمة في الصفحة الأولى لجوجل بكل سهولة تامة. سأقوم بالبحث عن كلمة مفتاحية، كلمات مفتاحية خاصة ب كلمة weight loss patch مثلا. الآن سأقوم باختيار مثلا هذه الكلمة 1700 best weight loss patch 2020. سأقوم باختيار هذه الكلمة المفتاحية. الآن سأقوم بالدخول إلى الأرتيكل الخاص بنا weight loss patch، ثم عمل copy control A control C من أجل عمل copy، ثم الذهاب إلى موقع ميديوم وعمل كتابة story. كما ترون قمت بوضع أرتيكل احترافية ومتوافقة مع السيو. وترون هذه الأرتيكل، يمكنك وضع صور كما ترون، يمكنك وضع فيديو أو صور أو العديد من المنتجات. أنا لم أقم بوضع تايتل. سأقوم بوضع تايتل على هذه الصفحة. التايتل سأقوم بأخذ هذه الكلمة weight loss best weight loss patch 2021، سأبدلها ب 2021. الآن تعديل الكلمة فقط best weight، يعني يمكنك عمل العديد من المقالات بالبحث عن أرتيكل في أي نيتش، ليس نيتش خسارة الوزن فقط، يمكنك البحث في نيتش الكلاب، make money online، يعني التوب 3 توب نيتش، الهيلث الصحة، والويلث ربح المال، relationship أي العلاقات 21. ثم نقوم
ثابت كلمة مفتاحية أخرى مثلا هذه الكلمة سون باتش البحث عليها ضعيف جدا. الآن سنقوم بأخذ السطوري الخاصة بنا الارتيكل عفوا كنترول سي كنترول في. كما قلت يمكنك وضع صور أو إلى ما أو ما شابه ذلك. الآن أنا سأقوم بالدخول إلى كليك بانك والترويج لأوكيناوا فليت فلات بيلي تونيك بالضغط هنا. سأقوم بأخذ عنوان مناسب للصورة مثلا هذا العنوان ثم الذهاب إلى الموقع ميديوم مثلا يمكنك وضعه هنا انتري ثم هنا. هنا يمكنك تكست عادي لكي تستطيع إضافة لينك هنا. ثم أذهب إلى بروموت من أجل أخذ رابط الأفلييت لينك الخاص بي. والله طريقة رائعة ورائعة جدا لتصدر نتائج البحث خاصة عند بحثك عن الكيوردز المناسبة والمناسبة جدا. ولكن قبل ذلك يجب قراءة رولز استعمال ميديوم لأنه لا يسمح باستعمال أفلييت لينك الخاص يسمح باستعمال أفلييت لينك عن الطريقة التي سأريكم إياها وليس وضع رابط أفلييت لينك مباشرة في الصفحة. الآن سأقوم بالدخول إلى bit.ly.com من أجل اختصار الرابط خاص بنا. كرييت هذا هو رابط الأفلييت لينك الخاص بي. قم باختصار الرابط ثم أخذه كوبي ثم الذهاب إلى ميديوم ثم هنا ثم وضع هنا على الرابط يجب هكذا ثم وضع هايبرلينك هنا ثم أوكي. كما ترون هذا هو لينك الخاص بنا. سأضع الرابط هنا كنترول سي ثم مثلا سأقوم بوضع الرابط هنا. يمكنك وضع الرابط كما تشاء 4 إلى 5 مرات في ثم هنا. ثم في نهاية الارتيكل كما ترون قمنا بوضع رابط الأفلييت لينك خاص بنا. يمكنك وضع الصورة هاتي كيوردز رائعة ورائعة جدا ليس بها منافسة أبدا. كما ترون 6000 بحث شهريا و 1700 بحث شهريا وليس هناك كما ترون منافسة في هذه الكيوورد. يعني يمكنك تصدر نتائج البحث بسهولة وسهولة جدا في صفحة جوجل الأولى وتصدر نتائج البحث في صفحات جوجل الأولى والحصول على زيارات عبر هذه الأرتيكل الاحترافية. الآن ثم نقوم بالضغط على Publish. هنا يجب وضع تاغز مثلا سأقوم بوضع الكلمة المفتاحية هاته
2021 مثلا weight loss patch ثم هذه الكلمة assuming patch ثم weight loss كما ترون 59,000 ثم weight loss tips نعم ثم publish now كما ترون story قد تم نشره publish now هنا يمكنك إضافة your story is published copy story link ثم الذهاب إلى هذا إلى فتح صفحة جديدة لتأكد من ستوري كما ترون ستوري رائعة ورائعة جدا به احترافية هنا يقوم كما ترون الآن سنقوم بالضغط على رابط الأفلييت وسيأخذنا إلى لينك الخاص بنا كما ترون هوب بي في بي 150 الآن قمنا بنشر هذه الصفحة يجب عليك القيام بنشر العديد من الصفحات أو من الأرتيكل على صفحة ميديوم الخاصة بك من أجل الحصول على زيارات وخاصة الحصول على كيوردز ليس بها منافسة كما ترون أقل من 14 من 0 إلى 14 ليس بها منافسة ويمكنك تصدر نتائج البحث والحصول على زيارات سهلة بإذن الله والحصول على المبيعات كما ترون هنا سأضع لكم رابط هذا الموقع للدخول إليه والاستفادة من 10 أيام مجانية من أجل البحث عن الكيوردز وكذلك رابط صفحة الفيسبوك الخاصة بنا من أجل الاستفسار وطرح انشغالاتكم في اللايف الآن سنقوم بأخذ هذا الرابط ثم الدخول على كنترول سي ثم فتح صفحة جديدة مثلا هل هذا الرابط يشتغل أم لا كما ترون الرابط يشتغل 100% في صفحة جديدة وسأحصل على زيارات وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وأي سؤال يرجى طرحه في صفحتنا على الفيسبوك أو في التعليقات أسفل الفيديو وسأكون فرح للإجابة على أسئلتكم وفي الأخير اللهم إن كان خاطئا فمن نفسي ومن الشيطان وإن كان صائبا فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في دروس أخرى إن شاء الله